أهل النويدرات يا ولد أحمد علي حيهم، أهل النويدرات يا ولد أحمد علي حيهم، وخل صوتك يوصل لكن حيهم. ألف رحمة على ميتهم، ألف رحمة على ميتهم، وحيهم بالصلاة على النبي. تهز البرية وأنا أنطر الروح لأحبابي وسلم، أنا أنطر الروح لأحبابي، مو عالية هذه، أنا أنطر الروح لأحبابي وسلم وصافح راحتي بجفهم وسلم. يا رب العرش صلي وسلم على المختار وعلى بكل مسيا. وبدي بعلي، وبدي بعلي، عدنا غيرك يا أبا الحسن حلال المشاكل. هم شايف، هم شايف حبيب الناس عالفطرة يحبونه، ويدا حسوا الطعم الضيم قصدوا لا يزورونه، وإذا شافوا بحب الموت والله ما يعوفونه. وها خوتها، ها حبيبها، ها عمرها، وبس حيدر جنن عشاقه، بس حيدر. الأيادي، الأيادي، أهم شيء الأيادي أشوفها فوق مرتفعة، ورايتنا إن شاء الله دائما عالية بأمير المؤمنين وأهل البيت إن شاء الله. إذا رايد، إذا رايد تشوف شلون ثابت بالوصي دينك، كل من سولف بحيدر لازم يكبر، كل من سولف بحيدر لازم يكبر عينك. عنوان الصحيفة هناك من تاخذها بيمينك، ها خوتها، ها حبيبها، حب حيدر مكتوب عليها، حب حيدر، وين وين، حب حيدر، حب حيدر. من أرض النويدرات انعلي الصرخات، من أرض النويدرات انعلي، أحلى فرحة بهالزمن مولد إمامي الحسن، أحلى فرحة الحسن. من أرض، من أرض، من أرض النويدرات، من أرض النويدرات، أحلى فرحة بهالزمن مولد إمامي، أحلى من وين، من وين؟ هلا نزلت الأملاك كلها تهني طه بهالولادة، والحضر هالليلة ربنا نزلت الأملاك كلها تهني طه بهالولادة، والحضر هالليلة ربنا إلى يحسبها عبادة، والفهن يا ليلتي عنا وشارك بفرحة سيادة، يرجعوا مسرور لأهلة. الله حاجة عندي الحسن سهلة،
يرجعوا مسرور لاهله. يقضي حوايجكم ان شاء الله. حاجة عندي الحسن سهلة، ماكو من عنده أحد مولد إمامي الحسن. إيه من أرض النور، هلا من يلا من أرض نعلي. أنا ما أشوف أيادي فوق. أحلى فرحة بهالزمن مولد إمام. والله الصوت عالي من الموالي يهتفوا فرحان قلبه. يهني حيدر والزكية، يهني حيدر والزكية، وعلى الوجه مرسوم حبه. ألف مبروك الولادة، كل ما خلص بيها دربة زارع بين الضوع حبكم. قلبنا بضاته باسمكم، زارع بين الضوع حبكم. قلبنا بضاته باسمكم، حاضر وقلب انفتح مولد إمامي الحسن. من أرض النود، هلا من أرض النود، من أرض النود. انعلي انعلي، اسمعها اسمعها. اللي ورا ابو فاني لزرقف. أحلى فرحة بهالزمن مولد إمام. الكون هاي الليلة كلها بيك هايم، وابتشر لك جدك ساعة، جدك ساعة، أمك ساعة، حيدرنا يحملك والحضور بصوت واحد. يلا شبابنا، والحضور بصوت واحد. يا هلا بجيتك يقول لك، يا هلا بجيتك يقول لك، تارس الدنيا ضياءك. تارس الدنيا ضياء، الشيعة محتاجة دعاءك. بيك تنزح المحن مولد إمامي الحسن. من أرض أعلى أعلى، من أرض النوادر نعلي نعلي، هلا من أرض النوادر. أحلى فرحة بهالزمن الليلة مولد، أحلى فرحة بهالزمن تارس الدنيا ضياءك. الشيعة محتاجة لدعائك. يفرج عنا وعنكم إن شاء الله. أنا تارس الدنيا ضياءك، الشيعة
الشيعة محتاجة لدعاك من أرض النود. سمعني من أرض هلا من أرض النود رات انعلي. أنا بحبكم أنا بحبكم ثواب أجمع ولايم. في ولايم لو ما في ما في أكنسلها. أنا بحبكم ثواب أجمع ولايم ولا يهمني شتم عادل ولايم. وبعد الحفل والله لهوس على الولايم وابط كبده نسل الناصبية. الليلة عيد يا المحب وتهنى بالمجتبى سيد شباب الجنة. الله. الليلة عيد يا المحب وتهنى كيف بتحصلون جوائز بهالطريقة؟ الليلة عيد يا المحب ودنا اسمع بالمجتبى سيد شباب الليلة. الليلة الليلة عيد يا المحب بالمجتبى فاطمة الزهرة أم الحسن فرحانة والأملاك تفرح بالسيمة ويانا وتقول أهلا بالحسن مولانا وولادي تتسر الإنس والجنة. الليلة عيد يا المحب وتهنى بالمجتبى سيد شباب بعد بالمجتبى سيد شباب. آخر جلوة وما بطول عليكم إن شاء الله ما بطول عليكم. هذه الجلوة اللي خاطرة واللي مشتاق يزور. ذكرنا السبط الأول إحنا نذكر السبط الثاني اللي خاطرة يزور ويروح كربلاء. أشوف إيده مرفوعة على حب محمد وآل محمد. خيرناكم إحنا برفعة الإيد ونظرة من الزهرة إن شاء الله تسجلكم من الزوار. تجاوبني إن شاء الله. للغاضرية للغاضرية خذوني معاكم للغاضرية خذوني كل أمنياتي كل أمنياتي بهالدنيا يا ناس من حضرة حسين أقصد لعب ما أسمعها. كل أمنياتي كل أمنياتي بهالدنيا يا ناس من حضرة حسين أقصد لعباس. من حضرة باب الحوايج يدفع يضيح ساس لا ما يردها
ايدي خلية لا ما يريدها للغاضرية للغاضرية دوني معاكم واخر كلامي واخر كلامي بس عندي طلبة تحفة سفركم ما ظنها صعبة تحفة سفركم ما ظنها صعبة شني تحفة سفركم ما ظنها صعبة أسجد عليها وتشفي البلية أسجد عليها وتشفي البلية يا الله للغاضرية هلا هلا يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد قال النبي لفاطمة إنك سترثين غلاما قد هنأني به جبريل عليه السلام فلا ترضعيه حتى أصير إليك حتى أصير إليك قالت نعم فلما قرب وضع البتول بسبط الرسول ونجل علي الوصول دخل عليها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها يا فاطمة طيبي نفسان وقري عينان فطوبى لك بالزكي والسبط البهي فإن جبرائيل قد هنأني به وإنه وأخاه الحسين سيدا شباب أهل الجنة وإن الله تعالى سيظهره لك وإنه أميني على ديني وخازن علمي وقاضي ديني وصفوة ربي هو وأخوه ريحانتاي في الدنيا والآخرة يا مستمعين النظام صلوا على صلى الله عليه وآله وسلم هو وأخوه ريحانتاي في الدنيا والآخرة ثم قال لأسماء بنت عميس وأم سلمة احضرا ولادتها فبينما هي كذلك فبينما هي عليها السلام جالسة لم تحس بوجع ولا ألم وحولها نساء من أهل الجنة والبيت يضيء نورا وقد امتلأ البيت من روائح الطيب وإذا بها قد وضعت بولدها الحسن الزكي أفضل الصلاة